أعلنت وزارة الصحة تحديث إجراءات الفحص الطبي للعمالة المنزلية ومن في حكمهم، وذلك وفقاً لصدور القرار رقم 21 لسنة 2022 بشأن تنظيم الفحص الطبي للوافدين. وأفادت الدكتورة عائشة حسين رئيس اللجنة الطبية بأنه قد تم تشكيل فريق عمل يضم كل من وزارة الصحة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وهيئة تنظيم سوق العمل والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لتطبيق القرار الصادر بشأن تنظيم فحص العمالة الوافدة وتعديلاته، والذي تم خصخصته من أجل التسريع في إجراءات الفحص الطبي.